السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، معانا النهاردة الجزء الثاني من الهندسة، درس التوازي. هنيجي كده نشوف مع بعض التهيئة. بيقول لي أكمل إذا قطع مستقيم، مستقيمين متوازيين. إذا قطع مستقيم، مستقيمين متوازيين، فإن كل زاويتين متبادلتين هيكونوا طبعا متساويين في القياس. إذا قطع مستقيم، مستقيمين متوازيين، يبقى احنا بناخد بالنا ان هو لازم يحط لي الشرط اللي هو مستقيمين متوازيين، فإن كل زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع. طبعا كده كونوا حرف يو، يبقوا هيكونوا متكاملتين او مجموع قياسيهما 180 درجة. إذا قطع مستقيم، مستقيمين متوازيين، فإن كل زاويتين متناظرتين. طبعا احنا عرفنا ان متناظرتين اخذوا شكل حرف الاف، وفي الحالة دي برضو هيكونوا متساويتين في القياس. إذا قطع مستقيمين ونتجت زاويتان متناظرتان متساويتان في القياس. هنا هو قال لي مستقيم قطع مستقيمين، وكان عندي زاويتين متناظرتين يعني في وضع تناظر اهو، ومتساويتين في القياس، كان المستقيمان. طبعا في الحالة دي هقدر استنتج ان المستقيمين دول اصلا متوازيين، وبالتالي نتجت عنهم زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس. إذا قطع مستقيم، مستقيمين ونتجت، المرة دي بقى نتجت ايه؟ زاويتان متبادلتان ومتساويتان في القياس، فإن كان المستقيمان. طالما عندي زاويتين متبادلتين مستويتين في القياس، يبقى برضو المستقيمين دول كانوا أساسا متوازيان. إذا قطع مستقيم، مستقيمين ووجدت زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان، كان هذان المستقيمان. طبعا هيكونوا متوازيان. يبقى احنا هنا ناخد بالنا التهيئة دي فكرتنا بان احنا عندنا مستقيم يقطع مستقيمين، هيبتدي ينتج عندي مجموعة من الزوايا. انا ما اتكلمتش على التوازي اهو، انا بقول مستقيم يقطع مستقيمين هينتج عندي مجموعة من التوازي. لو انا لقيت الزاويتين واخدين وضع حرف الزد اللي هما وضع التبادل ومتساويتين في القياس، يبقى انا كده اثبتت انه المستقيمين متوازيين. طب لو هو قال لي المستقيمين متوازيين، يبقى انا هدور على حرف الزد عشان اطلع الايه؟ التبادل. برضو في نفس الكلام دوت مع التناظر، بس هدور عليه بحرف الاف، والداخلتين وفي جهة واحدة من القاطع بيعملوا لي حرف الايه؟ اليو. تعال نشوف كده مع بعض، نكمل شغلنا بقى. احنا بنقول دلوقتي عندنا حاجة اسمها حقائق هندسية. اول حقيقة هندسية هتبقى بيقولي ايه بقى؟ المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين في المستوى يكون عموديا على الآخر، والعكس صحيح. يبقى لو عندي مستقيم عمودي على أحد مستقيمين متوازيين زي ما احنا شايفين كده في الرسمة، لام واحد بيوازي لام اتنين، ادي المستقيمين المتوازيين، وعندي مستقيم لام تلاتة عمودي على لام واحد، يبقى لازم هيكمل طريقه ينزل برضو عمودي على لام اتنين، والعكس صحيح. إذا كان كل من مستقيمين عموديا على مستقيم ثالث، كان هذان المستقيمان مالهم اكيد متوازيان. يبقى هو لو قال لي في الاول التوازي وفي عندي مستقيم عمودي على واحد منهم، يبقى اكيد هيبقى عمودي على الثاني. لكن لو قال لي ان المستقيمين عموديين، هما الاثنين عموديين عاملين تعامد على المستقيم الثالث، يبقى معنى كده ان انا عندي ايه؟ المستقيمين دول اللي هما واحد واثنين هيكونوا متوازيين. تاني حقيقة بيقول لي إذا وازى مستقيمان مستقيما ثالثا، كان هذان المستقيمان متوازيان. يعني لو عندي مستقيمين كل واحد فيهم بيوازي مستقيم ثالث، يبقى الايه؟ المستقيمين اللي أنا بتكلم عليهم دول متوازيين، يعني الثلاث مستقيمات اللي قدامي كلهم وايه؟ متوازيين. تعال نشوف كده مثال. بيقول لي في الشكل المقابل إذا كان قياس زاوية ألف بتساوي 130 درجة، قياس زاوية ألف جيم دال بتساوي 50 درجة، قياس زاوية دال جيم ه تساوي 30 درجة، قياس زاوية ه 150 درجة. فبيقول لي هل
الشعاع ألف ب يوازي الشعاع ه واو، الشعاع ألف ب اللي فوق خالص اهو هل بيوازي الشعاع اللي تحت خالص اللي هو ه واو؟ ها قال لي طب ما حدش يجري ويقول لي ايه بما ان ألف ب بيوازي ج د، هو قال لك في توازي، هو هنا عايز يثبت التوازي ومدينا ايه الدرجات بتاعه الزوايا اللي موجوده عندي. هدور انا بقى عندي حرف الزد، عندي حرف اف، عندي حرف اليو، وابتدي اتعامل معاهم واشوف الزوايا متساويه ولا لا في حرف الزد، الزوايا متساويه ولا لا في حرف الاف اللي هو التناظر، داخلتين وفي جهه واحده من القاطع هل مجموعهم 180 درجه ولا لا. طب نبتدي نتعامل كده وناخد اول جزء في الحل بتاعنا. هنعمل ايه؟ طب انا هاخد دلوقتي الايه ال 130 اللي هي زاويه ا وزاوية ألف جيم دال 50. أنا هشوفهم هما دلوقتي أنا شايفهم قدام عيني داخلتين وفي جهة واحدة من القطع اللي هو ألف جيم. هشوف لو هما الاتنين مجموعهم 180 درجة يبقى أنا هقدر أثبت إن ألف ب بيوازي جيم دال. هعمل إيه؟ هجمع 130 زائد 100 زائد 50 هلاقيهم بيساووا 180 درجة، يبقى فعلا هما داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع مجموع قياسهما 180 درجة أو متكاملتين. يبقى هقول له اذا ا ب شعاع يوازي ج د شعاع. طب انا كده عملت جزء من المساله، حطيت هنا ده بيوازي ده. طب هرجع تاني واقول ها هشوف هنا كده انا عندي الزاويه د ج ه ب 30 وزاويه ه ب 150 بنفس الفكره، هما الاثنين قدام عيني هم داخلتين وفي جهه واحده من القطع اللي هو ج ه. طب تعالى نجمع قياسهم كده 30 و 150 يعملوا 100 و80، يبقى هما فعلا متكاملتين. يبقى انا اثبتت ان الشعاع ج د هيوازي الشعاع ه واو. طب ما انا قلت ان ا ب بيوازي ج د وه واو برضو بيوازي ج د، يبقى معنى كده من الحقيقه العلميه رقم 2 اللي احنا قلناها، لو انا عندي مستقيمين والمستقيمين هما كل واحد فيهم بيوازي مستقيم يبقى هما الاثنين متوازيين. يعني معنى كده ان ا ب هيوازي ه واو، هيوازي ج د، كلهم هيوازوا ج د، يبقى الثلاث مستقيمات دي هيبقوا متوازيين. طب نكتب بقى بالترتيب، انا فهمت كده كويس قوي البرهان، نكتب بقى بالترتيب الشغل بتاعنا هيبقى ايه. اول حاجه هقول له انت مش انا هشتغل على الجزء اللي فوق، يبقى بما ان قياس زاويه ا زائد قياس زاويه ا ج د تساوي 130 زائد 50 تساوي 180 درجه، لازم اقول له هم عاملين ايه، هم انا خدت هستفيد منهم ازاي، هم وهما داخلتان وفي جهه واحده من القاطع، اذا ا ب هيوازي ج د ودي تبقى رقم واحد. طب بما ان قياس زاويه ه زائد قياس زاويه د ج ه تساوي 150 درجه زائد 30 درجه هتساوي 180 درجه، وبرده شكلهم ايه داخلتان وفي جهه واحده من القاطع، يبقى معنى كده ان ه واو هيوازي ج د، ودي رقم 2. من 1 و 2 هنبتدي نقول بقى ايه ان ا ب هيوازي ه و. طبعا هنكتب الـ الشغل بتاعنا ومش هنسى الايه رمز الشعاع اللي فوق، يبقى اذا في الاخر هقول له زي ما انت عايز اهو ا ب هيوازي ه و. ليه؟ عشان هما الثلاثه هيبقوا هيبقوا مستقيمات متوازيه. مثال تاني، تعالوا كده نشوف المثال التاني معانا. بيقول لي في الشكل المقابل بيسألني هل ا ب الشعاع اللي فوق ده بيوازي الشعاع ه واو بيوازي الشعاع د ج ولماذا؟ يبقى خلي بالكوا بقى المرة دي ده عكس النظرية الأولانية. النظرية الأولانية كانت بتديني توازي، فأنا ابتدي أدور على زوايا متبادلة أو متناظرة أو داخلتين وفي واحدة من القاطع. المرة دي هو بيطلب مني إثبات إن في توازي ومديني قياسات زوايا، فهو مديني زاوية ألف 45، زاوية ألف جيم دال 45، زاوية دال 72، وزاوية ه 108، وعايزني أثبت إن في توازي. طيب المسألة بسيطة قوي قدامي، أنا عندي الشعاع ألف ب، الشعاع جيم دال شكلهم كده واخدين حرف إيه؟ تمام، ده حرف زد وده حرف واضح قوي قدامي، وكمان زاوية ألف 45 وزاوية ألف جيم دال هي كمان 45، يبقى أنا عندي زاويتان متساويتان في القياس وفي وضع تبادل، يبقى أقدر أستنتج إن في توازي، أقدر أستنتج إن شعاع ألف ب
بيوازي الشعاع ج د. طيب انا عندي كمان ان زاوية د 72 وزاوية ه ب 108. طب هما الاثنين دول واخدين شكل حرف الايه؟ شكل حرف يو. تمام، يبقى لو انا قدرت اجمع زاوية د وزاوية ه وطلع المجموع 180 درجة، يبقى انا هقدر استنتج برضو ان في توازي ما بين الشعاع ه واو والشعاع د ج. وفعلا مجموع ال 72 و 108 هيدينا 180 درجة، يبقى ال ه واو بيوازي د ج. من الاستنتاج الاول ا ب بيوازي د ج، الاستنتاج الثاني ه واو بيوازي د ج برضو، يبقى مستقيمين بيوازوا مستقيم ثالث، يبقى المستقيم ا ب بيوازي مستقيم ه واو، واصبحت المستقيمات الثلاثه متوازيه. تعالوا كده نتابع البرهان مع بعض. فعلا زي ما احنا قلنا شفوي، قياس زاويه ا بيساوي قياس زاويه ج بيساوي 45 درجه وهما في وضع تبادل، حرف الزد واضح قدامنا، يبقى انا اقدر استنتج ان ا ب بيوازي الدال ج، وده الاستنتاج الاول ليه. طيب نكمل كده، طالما قياس زاويه د زائد قياس زاويه ه 72 زائد 108 يساوي 180 درجه وهما داخلتان وفي جهه واحده من القاطع، يبقى انا برضو اقدر استنتج ان ال ه واو بيوازي الدال ج، وده الاستنتاج الثاني. من الاستنتاج الاول والاستنتاج الثاني اقدر اعرف ان ال ا ب بيوازي ال ه واو بيوازي الدال ج. طيب الحقيقة الهندسية رقم 3 بيقول لي إذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية، يعني أنا عندي مستقيم لام واحد لام اتنين لام تلاتة لام أربعة أي عدد بقى وكلهم بيوازوا بعض، وجا مستقيم قطعهم كلهم، وكانت أجزاء القاطع المحصورة بين هذه المستقيمات المتوازية متساوية في الطول. يعني هو لما قطعهم لقيت إن الأجزاء اللي محصورة قطع المستقيمة المحصورة ما بين لام واحد ولام اتنين ولام اتنين ولام تلاتة ولام تلاتة ولام اربعة كلهم قد بعض في الطول، يبقى ايه؟ يبقى انا لو عملت اي قاطع تاني هتبقى الاجزاء المحصورة ما بين المستقيمات برضو متساوية في الطول. يبقى الحقيقة الهندسية بتقول لي اذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية وكانت اجزاء القاطع المحصورة بين هذه المستقيمات المتوازية متساوية في الطول، فإن الأجزاء المحصورة بينهما لأي قاطع آخر تكون متساوية في الطول. تعال نشوف كده مع بعض المثال بتاعنا. لو أنت بصيت كده للشكل اللي قدامك، عندي المستقيم عين أ بيوازي القطعة المستقيمة د ص، بيوازي القطعة المستقيمة ه س، بيوازي القطعة المستقيمة ب ج، وكل قطعة مستقيمة ديت متاخدة من مستقيم كبير، كلهم متوازيين. فانا عندي قاطع ليهم اللي هو ا ب، لو انا الاجزاء القطع المستقيمه اللي هي عندي ا د ود ه وه ب قد بعض، يبقى اي قاطع تاني هرسمه الاجزاء اللي ما بينه هتبقى متساويه. تعال نشوف هو مديني ايه في المثال بقى. بيقول لي في الشكل المقابل ا ع يوازي المستقيم ا ع يوازي المستقيم يوازي القطع المستقيمه ص د يوازي القطعة المستقيمة س ه توازي القطعة المستقيمة ج ب، يعني كلهم متوازيين. و أ ص أ ص يساوي ص س يساوي س ج، و أ ب كلها ب 15 درجة. أنا عندي أ ص تساوي ص س تساوي س ج، يبقى الأجزاء بتاعة القاطع اللي هو أ ج متساوية، الأجزاء بتاعة القاطع أ ج متساوية. بيقول لي ألف ب ب 15 سنتيمتر، هو مش ألف ب ده قاطع تاني للمستقيمات بتاعتي دي، يبقى أكيد الأجزاء بتاعته هو كمان إيه؟ متساوية. هو بيقول لي أوجد طول ب د مع بيان السبب، عايز طول ب د القطعة المستقيمة ب د مع بيان السبب. طب تعالى نكتب البرهان بتاعنا هو ده السبب. هنقول إيه؟ إحنا اتفقنا إن أنت قايل لي من الأول إن كلهم متوازيين، يبقى أنا هقول له بما أن أ ع يوازي مستقيم أ ع يوازي قطعة مستقيمة ص د يوازي قطعة مستقيمة س ه توازي قطعة مستقيمة ج ب، وبما أن أ ص يساوي ص س يساوي س ج، إذا أنا عندي إيه؟ أ د هتبقى بتساوي د ه هتبقى بتساوي ه ب، يبقى أجزاء القطع التاني دوت متساوية في الطول. طب هما كام قطعة كده؟ تلات قطع. طب أ ب كلها بكام؟ ب 15 سنتي،
وهم الثلاثة متساويين في الطول، يبقى هقسم على الثلاثة يبقى كل قطعة فيهم بخمسة سنتي. طيب يبقى أنا عايزة به دال، به دال دي بتمثل قد إيه من القاطع؟ قال لي قطعتين من القطع أ به كله، يبقى معنى كده إن أنا هاخد إيه؟ ده خمسة وده خمسة هتبقى 10 سنتي، يبقى طول به دال هتبقى 10 سنتي. تعال نشوف كده هنكتب مع بعض البرهان بتاعنا إزاي؟ زي ما قلناه أهو، بما أن أ عين يوازي ص د يوازي س ه يوازي ج ب، و أ ب و أ ج قاطعان لهما، وكمان هو مديني أ ص يساوي ص س يساوي س ج، إذن أ د هتساوي د ه تساوي ه ب. طيب أنت مديني أ ب كلها ب 15، أنت مديها لي تبقى بما أن أ ب تساوي 15 سنتي، إذن ب ه اللي أنت عايزها هتبقى ب ه ب 15 على 3 تساوي 5 سنتي، صح؟ يعني القطعة الواحدة فيهم ب 5 سنتي، يبقى برضو أ د ب 5 سنتي، و د ه ب 5 سنتي، و ه ب ب 5 سنتي، خلاص؟ يبقى عندنا القطعة ب د بتتكون من القطعتين ب ه و ه د، جيب 5 وجيب 5 يبقى ب د على بعضها ب 10 سنتي. تعالوا كده مع بعض نشوف المثال التاني معانا. المثال التاني بيقول لي ايه؟ في الشكل المقابل انا عندي قياس زاوية س أ د بيساوي قياس زاوية ب بيساوي 60 درجة، يبقى س أ د بيساوي قياس زاوية ب بيساوي 60 درجة، وكمان قياس الزاوية ه د ب 120 درجة. طب مديني ايه كمان؟ مديني ان أ د بيساوي د ب في الطول، وان الأ ج كلها 18 عايز طول أ ه. طيب في فرق بسيط كده بين المثال ده والمثال اللي فات. المثال اللي فات كان مديني المستقيمات متوازية وفي قاطعين قطعوهم وأجزاء واحد بينهم متساوية في الطول، لكن هل المرة دي اداني ان المستقيم س ص بيوازي د ه بيوازي ب ج؟ لا، ما ادانيش التوازي. فهنا في خطوة زيادة عن المثال اللي فات، ان انا هضطر اثبت ان في توازي اصلا. يبقى الخطوة المرة دي في خطوة زيادة، ان انا هضطر اثبت ان في توازي. طب هثبت التوازي ازاي؟ هبتدئ زي ما خدنا في اول الدرس، انا عندي قياس زاوية س أ د بتساوي 60 درجة زي ما هو قايل لي، ومديني كمان قياس زاوية ب 60 درجة. طب الزاويتين دول عاملين شكل حرف ايه؟ تمام، شكل حرف زد. يبقى معنى كده ان قياس س أ د بتساوي قياس زاوية ب وهما في وضع تبادل، اقدر انا استنتج ان الشعاع ان الخط المستقيم س ص بيوازي القطعة المستقيمة ب ج، وده اول استنتاج لي. طيب تعالوا كده نشوف هو مديني ايه كمان. هو مديني زاوية ه د ب ب 120، ومديني قياس الزاوية ب ب 60. طب الزاويتين دول عاملين حرف ايه؟ تمام، عاملين حرف يو. يبقى هقول له كده، بما ان قياس زاوية ب د ه زائد قياس الزاوية ب عبارة عن 120 زائد 60 180 درجة، وهما داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى انا اقدر استنتج ان برضه في توازي ما بين ب ج وما بين عين لام او د ه. يبقى انا عندي العين لام بيوازي ال ب ج، وده الاستنتاج التاني. طب من الاستنتاج الاول والاستنتاج التاني، يبقى انا عندي ثلاث مستقيمات متوازية اللي هو س ص بيوازي عين لام بيوازي ب ج. يبقى انا كده قدرت استنتج ان في ثلاث مستقيمات متوازية، وان في قاطعين ا ب و ا ج، وان اجزاء القاطع ا ب متساوية في الطول، لانه كان هو بيقول لي في المعطيات، في المعطيات بتاعت المسألة ان الالف دال بيوازي ان الالف دال بيساوي ال ب ج في الطول. يبقى طالما الالف دال بيساوي ال ب دال في الطول، والس ص بيوازي العين لام بيوازي ال ب ج، يبقى انا اقدر استنتج ان القاطع الاخر ا ج اجزاؤه برضه متساويه في الطول، يعني ا ه هيساوي ه ج 18 على الاثنين، هيطلع كل واحد فيهم ب 9 سم. هنبتدي دلوقتي في أسئلة أكمل. احنا كده خلصنا الحقائق الهندسية اللي عندنا، وهنبتدي ناخد ايه أسئلة أكمل اللي بتيجي عليها. أول حاجة
بيقول لي المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين يكون نقط على الاخر في المستوى. طب احنا اتفقنا المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين اكيد هيكمل شغله وهيكمل طريقه، فهيبقى هو كمان عمودي على الايه الاخر. في الإكمال التاني بيقول لي إيه؟ إذا وازا مستقيمان مستقيما ثالثا كان هذان المستقيمان، طبعا احنا خدناها وعرفناها، يبقى المستقيمين دول هما كمان متوازيان. رقم ثلاثة بيقول لي إذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية، إذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية وكانت أجزاء القاطع المحصورة بين هذه المستقيمات المتوازية نقط. هو قال لي توازي، يبقى انا عندي ايه بقى؟ ها الاجزاء القاطع، يبقى انا عندي تساوي، صح كده؟ يبقى معنى كده ان الاجزاء القاطع المحصوره بين هذه المستقيمات المتوازيه متساويه في الطول، فان الاجزاء المحصوره بينهما لاي قاطع اخر تكون متساويه في الطول. تعالوا كده نشوف معانا رقم 4. بيقول لي في الشكل المقابل الشعاع ا ب بيوازي الشعاع ه واو، والشعاع ا ب بيوازي الشعاع ج د. قياس زاوية ا 60 قياس زاوية ه 35، عايز يعرف قياس الزاوية ا ج ه. طيب ديت مسألة مهمة عايزة مننا شوية تركيز، لكن هي إن شاء الله سهلة. أولا هو مديني ا ب بيوازي ه واو، و ا ب هو هو بيوازي ج د، يبقى انا عندي شعاعين او خطين بيوازوا شعاع ثالث او خط ثالث، يبقى اكيد الخطين الاولانيين بيوازوا بعض اصلا، وبالتالي التلات اشعه متوازيه. بس محتاج اقول له الكلام ده لو انا عايز اقول برهان، بما ان ا ب بيوازي ه واو، بما ان ا ب بيوازي ج د، اذا ال ا ب بيوازي ال ج د بيوازي ال ه واو، التلات اشعه متوازيه. طب نمسك بقى واحدة واحدة. بما أن ا ب بيوازي ج د، يبقى عندي حرف يو، يبقى أنا عندي قياس زاوية ا ج د أقدر أحسبها 180 ناقص 60 هتطلع 120 درجة. ليه؟ عشان داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع. بالمثل ه واو بيوازي ج د، يبقى أنا برضو عندي حرف يو، يبقى أقدر أحسب قياس الزاوية ه ج د عبارة عن 180 ناقص 35 درجة، 145 درجة، برضو داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع. طب تعالوا بقى نشوف الزاوية اللي هو عايزها. هو عايز قياس الزاوية ألف جيم ه. طب خلي بالكوا بقى، ألف جيم ه، هل هو قال لي الزاوية المنعكسة؟ لا، ده عايز ألف جيم ه فقط. معنى كده إنه عايز الزاوية الصغيرة، في حين ان انا لو جمعت ا ج د زائد د ج ه هيدينا ا ج ه المنعكسه. طيب انا عارف ان مجموع قياسات الزاويه المتجمعه حول نقطه 360 درجه، يبقى عشان احسب قياس الزاويه ا ج ه المطلوبه مني هقول 360 ناقص وافتح قوس، هيبقى عندنا الزاويه ا ج د كانت 120 والزاويه ه ج د كانت 145، يبقى 360 ناقص مجموع الزاويتين دول هيطلع 95 درجة، يبقى قياس الزاوية ا ج ه 95 درجة. اللي بعد كده، المسألة اللي بعد كده بيقول لي في الشكل المقابل ا س يوازي ب ص يوازي ج ه يوازي د واو، يبقى دي عدة مستقيمات متوازية، و ا ب يساوي ب ج يساوي ج د، دي اجزاء القاطع بتاعتي عندي ايه بتاع ا د، اجزاء القطع بتاعته متساويه في الايه في الطول. يبقى انا عندي القطع الثاني اللي هو س واو اجزاؤه برضو المحصوره بين المستقيمات المتوازيه متساويه في الطول، يعني س ص هيساوي ص ه هيساوي ه واو. هو قايل لي ان س ه ب 6 سم، س ه دي كام جزء؟ قال لي جزئين وهم قد بعض، يبقى هقسم 6 على 2، يبقى س ص ب 2 ص ه ب 2 و ه واو برضو زيهم بايه ب 2. عايز طول ص واو، عايز طول ص واو اللي هم الجزئين اللي تحت. احنا قلنا ان ايه، ان 6 هنقسمها على 2 هتبقى كل واحده فيهم ب 3 سم
كل واحدة فيهم بتلاتة سنتي، يبقى سين صاد بتلاتة، صاد ه بتلاتة، ه واو بتلاتة. يبقى أنا عندي كده صاد واو هتبقى تلاتة زائد تلاتة هتبقى ستة سنتي. لو هي برضو عايزين مننا برهان هقول له الأول حاجة، بما أن ألف سين يوازي ب صاد يوازي ج ه يوازي د واو زي هو قايل لنا، وألف د وس واو قاطعان لهما، وبما أن ألف ب يساوي ب ج يساوي ج د، إذا س ص تساوي ص ه تساوي ه واو. وبما أن س ه بتساوي 6 سنتي، إذا س ص هتساوي ص ه هتساوي 6 على 2 فيها 3 سنتي. إذا طول ص واو هيبقى ص واو ده عبارة عن ص ه زائد ه واو، يعني 3 سنتي زائد 3 سنتي هيدينا 6 سنتيمتر. تعالوا كده نشوف مع بعض في رقم 6. بيقول لي في الشكل المقابل انا عندي ا ب بيوازي ج د، انا عندي توازي، وعندي نسبه س الى ص اللي هي قياس زاويه س اللي هي زاويه ج يعني، وص اللي هو الرقم اللي بيدل على قياس الزاويه ا، النسبه ما بينهم 7 الى 11. فعايز يعرف س بكام، عايز يعرف الرقم اللي بيدل على قياس الزاويه ج بكام. طب واحده واحده، انا عندي س ده الرقم اللي بيدل على قياس ج، عندي ص ده الرقم اللي بيدل على قياس الزاويه ا، النسبه بينهم 7 الى 11، وعايز اعرف س. طب ايه العلاقه ما بين الزاويتين دول؟ انا واضح جدا حرف اليو، بما ان ا ب بيوازي ج د، يبقى قياس زاويه ا زائد قياس زاويه ج هيساوي 180 درجه. طيب فاكرين النسبة والتناسب زي ما كنا بنحلها في سنة 6؟ أنا عندي ممكن أقول كده زاوية ج إلى زاوية أ إلى المجموع. أنا عندي ج بالنسبة لي 7 إلى أ 11، ومجموع النسبتين 18، وتحت ال 18 180 اللي هو المجموع الحقيقي بسبب وجود حرف اليو. يبقى أنا أقدر أقول 7 في 180 على 18، اقدر احسب قياس الزاويه س بالطريقه ديت، هيطلع لنا كام؟ 70 درجه. احنا نتمنى طبعا تكونوا فهمتوا الدرس ده مننا، ولو حتى عنده اي اسئله هيبعتها لنا، واحنا بقى هنبتدي نديكوا سؤال ونشوف احنا كلنا شاطرين. سؤال المتفوقين معانا بيقول لنا ايه؟ في الشكل المقابل قياس زاويه س ص واو تساوي قياس زاويه ع تساوي قياس زاويه ك تساوي قياس زاويه م. طيب هو اداني الزوايا متساويه اهي، ومديني على الشكل بتاعي الرمز اللي بيبين لي ان الايه، ان الزوايا ديت ايه متساويه في القياس. طالب مننا ايه؟ قال لي طالب مننا اكتب 4 ازواج من المستقيمات المتوازية مع ذكر السبب. ذكر السبب اللي انت هتكتبه اللي هو البرهان. بص على الرسم كويس، وهو معطى واحد بس اللي مديهولك من غير ارقام. يلا الشطارة تبان بقى علشان نعرف نطلع 4 ازواج من المستقيمات المتوازية مع ذكر السبب. يعني هنكتب البرهان بتاعنا هو ايه. نرجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس بتاعنا النهاردة، وان شاء الله هنتابع مع بعض دروس جديدة على قناة حراء. تابعونا ان شاء الله هتلاقوا ايه كل الشرح المفيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.